هذا شيء مهم. هلا لمشاهدينا الاعزاء، هلا مهم جدا نعرف انه في عندي انا اسباب متعلقه بالجينات، اسباب متعلقه بالهرمونات، واسباب متعلقه طبعا بالعوامل المحيطيه او ما بنسميها اللايف ستايل او اسلوب الحياه. المتعلقه بالجينات طبعا بنلاقي الدور الوراثي مهم جدا، وخاصه في السمنه الوسطيه او المحيط في سمنه الخصر، او اللي بنسميها في بعض الاوقات المقاومه الانسولين او الميتابوليك سيندروم او الامراض الاستقلابيه. دكتور، امراض الغدد الصماء خصوصا الغده الدرقيه تلعب دور في نشوء السمنه؟ آيات ما بعرف إذا دائما أنا بحكي لك إنه أسئلتك رائعة جدا. هذا السؤال مهم جدا. إحنا دائما أي مريض يأتينا بزيادة بالوزن، إحنا دائما لازم إنه نعمل إشي نسميه سكرينينج أو كشف للغدة الدرقية. الدرقية نعتبرها زي المرجل أو الفرن للجسم، تعطينا الطاقة وبتحرك هالجسم، وفي إلها دور كبير في حرق الدهون. لما بيكون في عندي ضعف بهذه الغدة الدرقية بيؤدي إلى تراكم الدهنيات في الجسم وعدم حرق لهذه الدهنيات. تجارة الأدوية في التنحيف والخلطات العشبية، أنت كاستشاري أمراض جهاز هضمي وكمحاضر كنت متفرغ في العديد من الجامعات ولديك الكثير من الأبحاث، أعطينا رأيك فيها بصراحة. هلا الأدوية، أدوية إنقاص الوزن كلها بتعتمد على شغلتين. الشغلة الأولى إنقاص الشهية، شهية الطعام، والشغلة الثانية إعطاء شعور بالشبع بالمعدة. إنقاص الشهية أو سوء الامتصاص، تمام؟ هلأ إنقاص الشهية كانت عدة أدوية في السابق، أو خاصة دواء يسمى الريدكتيل، هو من أدوية المضادة للاكتئاب، وكانت تستخدم لإنقاص الشهية عن طريق التأثير بصورة مركزية بالدماغ، ولكن طبعا له تأثيراته الجانبية اللي زادت نسبة الانتحار فأدى إلى منعه من التصنيع والاستخدام في أيضا إنقاص الوزن. معالج المساعد السكري، هلا احنا بنحكي بمساعد السكري، هو وليس دواء لتنقيص الوزن، مو دواء رئيسي لكنهم يلجؤوا له بكثره. هلا هذه نقطه مهمه. هلا احنا بنعالج مقاومه الانسولين، فلما بنعالجها بينزل الوزن. اذا ما كان عندنا مقاومه انسولين هلا وقتها ما راح يفيدك الجلوكوفيج، بس ممكن يتسبب باثار جانبيه. طبعا انا لما بستخدم دواء، انا احنا اي دواء بنستخدمه في بيكون له أعراض جانبية، لكن بقول الأعراض الجانبية هذه بتحملها وبقبل فيها إذا كانت الفائدة كبيرة، أما إذا ما كان عندي فائدة من هذا الدواء ما مش مقبول أخذه. والخلطات العشبية؟ هلأ الخلطات العشبية أو تأخذ كل عشبة على حدة؟ هلأ الخلطات العشبية هذا سؤال مهم جدا. الخلطات العشبية بتعتمد على طريقتين. الطريقة الأولى بيكون من مكوناتها سنة، أو اللي هي عشبة السنمكة معروفة في بلاد الشام، بتسبب اضطرابات في جهاز الهضم، منها بتسبب إسهال. مزبوط، برافو. والنقطة الثانية أو بعض الأعشاب اللاتينية أو بأمريكا اللاتينية برضو إلها دور على عملية الإسهال، وبالتالي بتقلل من الامتصاص للغذاء. النوع الثاني من المستخدم في الأعشاب اللي هي اللي بيكون فيها قشور البذور وألياف عالية، بتعطي شعور بالشبع اللي ممكن إنها تنفش بقلب المعدة، وبتعطي مساحة في قلب المعدة بتعطيك شعور بالشبع. هلا أنا لما بعطيك أنا دواء وبقدم لك إياه، لا شعوريا بتفتحي الروشيتا اللي في قلبه أو وتشوفي تبلش تقرأي عن الأعراض طبيعي. الجانبية طبيعي. طيب الأعشاب ليش ما بتقرأي؟ أو الخلطات المبهمة، ثقافة شعبية متوارثة بأنه أجدادنا أو أسلافنا استخدموها، فإذا هي بما أننا ما سمعنا عن حالات وفاة. مزبوط، بس إحنا بنستخدم الأعشاب اللي موجودة في المطبخ واللي إحنا أهلنا بيعرفوها ونستخدمها دائما، زي القرفة لحالها، زي اليانسون لحاله، البابونج. بس الخلطات العطارين هذه المبهمة واللي خلطات مش مجربة بشكل كبير، هذه الخطورة منها، وللأسف قاعدين بنشوف تأثيراتها الجانبية على الكبد وعلى الكلى، تمام؟ وهذا شيء برضو الواحد يجب الحذر منه.